بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم المهندس أحمد عبد الرحمن رياض، وبرحب بيكم معايا في درس جديد وحصري لموقع طريق الجرافيك cgway.net. النهاردة هنتكلم على تكنيك مشهور قوي ومستخدم في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، خاصة في السينما العالمية، وهو الكاميرا بروجيكشن. الكاميرا بروجيكشن دي عبارة عن تكنيك بيخليك انك انت تقدر تنشئ مجسمات ثلاثية الابعاد في وسط صورة، والمجسمات دي بتتفاعل مع الصورة وكأنها جزء منها. بعد كده، بعد ما نعمل كده، هناخدهم على الافتر افكت ونشوف نقدر بعد كده نضيف عليهم ايه، وازاي نقدر نستخدم حاجة اسمها السبيشيال باسز بالبي اي اس اس مش بالبي اي تي اتش، خلاص اللي طالعة من السينما 4D في الافتر افكت. الاول عشان نقدر ندخل الصورة بتاعتنا في الباك جراوند بتاعت السينما، بنروح لللايت او القايمة اللي بتنزل لي اللايتس واخد منها باك جراوند. باجي بعد كده في الماتيريال فايل واقول له نيو ماتيريال، دبل كليك على الماتيريال ومن هنا اختار براوز. خلوا بالكم انا واقف في كولر، تمام، اختار براوز واختار. انا نزلت بتاع حوالي 4 صور. الموقع على فكرة اللي بنزل منه اللي هو SXC، يعني انا دورت على دي، كنت دورت على كلمة تانل تحديدا HDRI تانل، ودولت كنت انا دورت بكلمة ستريت، ودي كنت انا دورت بكلمة اسمها هوم جاردن. يعني انا اديتكم مفتاح، يعني مفاتيح للكلمات، تقدر تدور زي ما انت عايز. ناخد مثلا صورة زي دي ونعمل open، نقفل. بعد كده ناخد الماتيريال نحطها على الباك جراوند، اتاكد ان البروجيكشن عندي فرونتال، خلاص يعني المنظر او البروجيك او البروجيكشن او الكاميرا بروجيكشن بتديني فرونتال او منظر امامي. بعد كده ابدا اظبط الجريد اللي قدامي ده انه يبقى مساوي لي الأرضية، وحاول على قدر الإمكان إن أنا ما خليش فيه overlaps، أو إن أنا ما خليش فيه أي زوايا أو أي حواف زي الرصيف ده مثلا يتقاطع مع الجريد عشان ما يعمليش مشاكل. هنظبط الجريد، ناخد أداة الكاميرا دي مثلا كده وننزله لتحت، ناخد مثلا نلفه لفة عاملة كده مثلا، نرجعه شوية كده، نلفه بالشكل ده، ممكن ننزل تحت شوية، نعمل زوم ان بالمنظر ده كده، بحيث ان احنا نعمل له لاين اب مع الارضية. ممكن ناخده يعني يمين شوية، ممكن نزق لجوه بالمنظر ده على قد ما اقدر، احاول ان انا اكون ظابطها مع الارضية. اعتقد ان الشارع ده مايل شوية، فكده تعتبر مظبوط. بعد كده بقى طبعا احنا عايزين نعمل حاجة وهمية مش متشافة، الكاميرا تقدر ترمي عليها ظل. احسن حاجة اعملها اللي هي البلان، هاخد عمنا بلان، هعمل بس زوم اوت عشان اجيبه كده، هعمل سكيل للبلان دوت بالشكل ده، ارجع رجع زوم ان وراعي المكان اللي انا كنت فيه. خلاص ممكن حتى ان انا اعمل السكيل الاول وبعد كده ابقى اعمل زوم ان واظبطها زي ما انا عايز. نضغط على السكيل هنا نفتح السكيل على الاكس مثلا لغاية ما نروح هنا. بس في حاجة ان انا محتاج فعلا ان انا اظبطها، لان ما كانتش مظبوطة صح. لو احنا قفلنا البلان ده كده مظبوط، تمام، نعمل سكيل لغاية هنا مثلا وسكيل على الاكس بالمنظر ده. بالشكل ده نروح بقى بعد كده للتاج بتاع الماتيريال ونسحبه للبلان. اسلكت التاج بتاع البلان واقول له البروجيكشن بتاعي
بدل ما فرونتال هيبقى كاميرا مابينج. بس لازم عشان استخدم الكاميرا مابينج ان انا انزل كاميرا بالشكل ده كده، فري كاميرا، تارجت كاميرا، زي ما تحب، بس يستحسن فري كاميرا، انت مش محتاج تتابع اي هدف. بعد كده هوت لو ضغطت على الايقونه بتاعه التارجت دي يبقى انا كده مفعل مسقط الكاميرا، لو ضغطت عليها كده يبقى انا مش مفعله. هروح على بعد كده على البلاقه، الاول نعمل ريندر كده تمام والدنيا مظبوطه. بعد كده نروح على البلان، رايت كليك، سينما 4 دي تاجز، كومبوزيتنج، واقول له كومبوزيتنج باك جراوند. ولو انا جيت عملت ريندر هلاقيها بالشكل ده. طبعا البلان ما هوش باين، لكن هو فعلا هو على فكرة الارضية دي ما هياش الارض الاصلية بتاع الصورة دي، البلان اللي انا حطه او البلان اللي انا عامله. طيب لحد كده الموضوع جميل جدا وكويس جدا جدا جدا. بعد كده بقى ممكن ان انا اعمل ايه مثلا، يعني مثلا انا عايز ان انا اجيب تكست واخليها مثلا فوق تكست ايا كان، يعني ايا كان اللي انت عايز تحطه، لكن انا هنحط تكست بس عشان نوضح التكنيك استخدامه ازاي ومعمول ازاي. هنروح نجيب تكست من موجراف لان انا عايز اعمل عليها افكتس. هنروح لتكست واقول له تكست اوبجكت، طبعا هي اتحدفت بعيد قوي، خلاص هحركها كده، ازقها هنا كده بالمنظر ده. ممكن اعمل لها روتيشن بالشكل دوت. اجي في اوبجكت واقول له الاين، اخليها ميدل عشان ينقل الانكور بوينت بتاعها للميدل. اروح للسكيل تمام واعمل لها مثلا سكيل بالشكل ده. ولو انا جيت اعمل ريندر الاقيها طبعا لسه في شغل تمام. هضغط على الكاميرا كده، انا في مسقط الكاميرا. لو انا عملت ريندر كده اعمل اللي انت عايزه، طالما مش مفعل الكاميرا اعمل اللي انت، يعني مثلا انت عملت كده وعايز تشوفها مظبوطه ولا لا، مجرد ما ترجع للكاميرا هتلاقيها اتعدلت مره تاني. طيب نرجع زي ما كنا كده مثلا ونزوم عشان نشوف اللي احنا بنشتغل فيه. نيجي على التكست دي ونخلي الديبث بتاعها مثلا وليكن 120، نخليه 400 كبير انا عارف. السب ديفيجنز اللي هي عدد التقسيمات نخليها مثلا 6 عشان يبقى فيه انتشار احسن للخامة. التكست تعالوا نكتب مثلا تي جي اون رود، هي المفروض اون ذا رود ومفروض انها سي جي واي دوت نت، بس هتبقى طويلة قوي. خلاص نيجي بعد كده على فونت ونختار فونت كويس ايا كان بقى، يعني عايز اخد فونت تكون ايوه ممكن ده، طبعا الخط مش هيفرق بالشكل ده كده، حاجة بالمنظر دوت. لو رجعنا للكاميرا هنلاقيها بالشكل ده. اعتقد انها بحاجة الى بعض التحريك، يعني نحركها كده تمام ونعمل ريندر ماشي بالمنظر ده كده. ممكن ان احنا نعمل لها روتيشن بالشكل ده. نيجي بعد كده في اوبجكت في كابس نقول له فيلت كاب عشان يعمل لي حواف ناعمه. ممكن نوسع الراديوس بتاعها شويه ونخلي الستيبس نخليها 3 وهنا برضو 3، هنا دي نخليها 50 ودي نخليها 50. الفيلت طيب نسيبه كونفكس زي ما هو لانه انجرافد، هو هيبقى كويس بس هيعمل لي حواف خشنه قوي انا مش عايزها. بعد كده نيجي للطيب عشان نوزع الخامه بشكل كويس، بدل ما هو ان جونز تمام هيبقى كواد، وعشان الحاجات اللي فيها فتحات دي
تستثنى من الشبكة، نعمل ريجولار كواد بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. تعالوا نجيبها كده شوية. تمام. الويتس نخليه 40، ونيجي في الاوبجكت. خلي بالك احنا نخلينا الويتس ب40، سيبها زي ما هي. ده بالنسبة للتكستاية دي. طب عايزين بقى نعمل عليها اولا نعمل لها خامة، وبعد كده نعمل عليها الانيميشن. قبل ما نعمل الخامة عايزين نعمل اضاءة. تعالوا بقى ننزل من هنا، ننزل سكاي. تمام، ننزل سما. السما دي ده كائن افتراضي في السينما 4D، زي ما انت شايفين العملية بقت مضاءة اكتر، لكن خلوا بالكو الحاجة او اللي مش موجود على البلان راح، ودي هنشوف نرجعها ازاي. طب ايه رأيكم نشوف بس العيب اللي حصل من السكاي ده حصل ليه قبل ما نكمل. المفروض ان انا زي ما عملت بروجكت لدي برضو اعمل بروجكشن لبقية السين. طب ازاي؟ سهلة، ان انا اعمل دوبليكيت للبلان دوت. هضغط كنترول واسحبه لفوق بالشكل ده، وهعمل له روتيشن. هعمل له روتيت سالب 90. اطلع بره بس الكاميرا علشان اشوف انا هعمل ايه، وازقه لاخر البلان بتاعي بالشكل ده كده، واخليها تقاطع معاه. اخد التكست بس بعيد عنه، ارجع ليه المسقط بتاع الكاميرا. تقال التكست هنضطر نعمل لها سكيل، او هنضطر ان احنا نبعد البلان اللي احنا عاملينه بالشكل ده كده. لو احنا عملنا ريندر هنلاقيها بالمنظر ده. طيب تعالوا كده نجرب بقى نحط سكاي. حط سكاي ريندر. تمام ومظبوطة. بعد كده بقى تعالوا ان احنا نعمل بقى حاجة للسما دي بحيث انها تضيء المشهد شوية او تأثر على التكست. نروح على فايل، تعالوا نعمل لها خامة، نيو ماتيريال، دبل كليك. تعالوا ناخد جو من الصورة المحيطة دي. لو احنا روحنا ل سيبك من الكولر، تعالى على اللومينانس اللي هي السيلف الومينيشن بتاع الصورة نفسها، ونروح على تكتشر ونقول له جراديانت. نخش في الجراديانت، بدل ما الطيب يو نخليه فيرتيكال بالشكل ده. وتعالوا بقى بدل الاسود ده ناخد تشوز كولر، وليكن ناخد حاجة كده. تمام، ودبل كليك على ده وناخد منها حاجة بالمنظر ده كده. يعني دي في الكولر خلاص، ونقفل كفاية او لغاية كده. وناخد بقى المات دي نحطها ليه السكاي، ونعمل ريندر. طيب في بقى في هنا ان السكاي دي لو ضغطنا دبل كليك كده في اللومينانس اهيت مظبوط. طيب نقفل ونروح للريندر سيتنجز.
نروح على effect واقول له global illumination، لان the sky مش هتتعالج الا بالglobal illumination. ونروح على البرايمري انتنسيتي، نسيبها 100 زي ما هي. نروح على الكاش عشان الوقت الريندر، نخلي السامبلز بميديا بلو، ونخلي ريكورد الدنسيتي برضو بلو. نقفل نرندر، اعتقد وضحت وبانت. طبعا بقى تقدر انك انت تاخد، طيب نجرب ناخد لون افتح، يعني مثلا ناخد بدل ده ناخد حاجة افتح منه ونعمل ريندر تاني. متهيألي كده مناسبة وكويسة، اللهم الا انت تحب بقى انك تكون تخلي دي بتعكس. لو عايز تخليها عكسة، خد ده كوبي وحطه في الريفليكشن تيكتشر، كليك يمين بيست بالمنظر دوت كده. ممكن في اللومينانس كمان انك انت تقلل الميكس سترينجز لو انت عايزها تبقى عالية قوي بالمنظر ده. ممكن تقلل اللايتنس بتاعة اللومينانس نفسها ونعمل طبعا لسه عايزة شغل في الكالر نفسه، كليك يمين بيست نفس الموضوع بس فتحت قوي خلاص. على كل حال انا مش عايزها عكسة باي حال من الاحوال. جميل قوي كده الرندر بتاعنا. فاضل بقى ان احنا نتكلم على، او مش فاضل، هو فعلا عمل شادو. انا كنت عايز اتكلم على الشادو. لو رفعنا دي لفوق شوية وعملنا كده زي ما انتوا شايفين الشادو انعكس على مين؟ على الرود او على الطريق. تعالوا نلفها بزاوية مثلا كده ونعمل ريندر. تمام اهو، اصبح انعكس على الطريق وعلى الرود. بالمناسبة احنا ممكن نعمل خامة HD الهايدري HDRI تمام من نفس الصورة دي، نفس الصورة ده هي، ممكن نخليها او تعمل خامة. هقولها لكم ازاي في الاخر لو الوقت وسعنا وكده. طيب نرندر تاني ونشوف الظروف كده. تمام مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى نضيف لايت، نروح لللايت تقريبا انا ضيفت سبوت لايت، نروح لللايت و نعمل له موف بالشكل ده كده. طيب ما اسلم حل نحنا نروح هنا ده طبعا من البرسبكتيف. بالشكل ده ونرجع للكاميرا تاني نعمل ريندر ونشوف هنقدر هنعمل ايه. الانتنسيتي عالية جدا. بالمناسبة بقى موضوع ان الانتنسيتي تبقى عالية ممكن تظبطها بكذا طريقة. اول حل ليك انك انت تروح لللايت وتروح لجنرال وتخف من هنا الانتنسيتي شوي. تمام فدوت حل. الحل او مش حل بقى، في حاجة قبل ما ننسى، ان انا عايز اعمل سامبل للون لللايت من السين نفسها عشان ميبقاش الضوء ابيض والسين تمام حاجة بالمنظر ده، شكلها هتبقى اغمق. بالمنظر ده تمام. ناخد اللايت ننزله تحت شوية ونرجعه كده. تمام ممكن بقى كمان عشان الانتنسيتي تقل اكتر نروح للريندر سيتنجز جلوبال الومينيشن، نروح لجنرال في هنا البرايمري انتنسيتي.
في عندي برايمري انتنسيتي وفي عندي سكندري انتنسيتي. السكندري انتنسيتي لو انا اخترت اي ار زائد كيو ام ستيل ايمج، تمام، على ما افتكر كان بيفتح او في كاميرا انيميشن، كان في هنا حاجه بتفتح الاثنين دول مع بعض. طيب ما نعمل الديفيوز باث باتنين، هيفتح لي الاثنين، تمام كده. اخلي دي ب 80 ودي مثلا ب 80، خلاص، ونقفل ونرندر. تقلي كده، ده كده حل. ممكن برضو نقلل ده كمان. حلو. بعد كده الشادوز، طبعا انا اضاءة ليلية يبقى اكيد هيبقى فيها سوفت شادو اهو، زي ما انتم شايفين اصبح بيرمي او بيعمل كاستنج للشادو. انا بفكر اخلي الشادو ده لقدام. طيب طالما عايزين نخليه لقدام، ناخد الاخ لايت، بس ناخده منين؟ ناخده من هنا، تمام. انا عايز ابقى متأكد بالظبط من مكانه، اجله شوية ونرجعه لورا ونرفعه لفوق شوية ونزود بس الانتنسيتي. نرجع للكاميرا ونجرب نعمل ريندر. شكله لسه هي كده كويسة. انا عايز بس اوافق اتجاه الضوء ده، عايز اوافق اتجاه الضوء. طيب نلف تاني هنا كده نشوف مكانه المفروض يبقى فين. نرجع للكاميرا ونعمل ريندر، تمام كده. كده اللايت جه. تعالوا بقى عشان الوقت بتاع التمرين بتاعنا نعمل انيميشن للتكست دي، يعني نعمل لها حركة. وليكن مثلا عايزة تنزل من فوق وتنزل مثلا تخبط في الارض دي شوية كده وبعدين تقف تاني، يعني بنشوفها كتير قوي في الفواصل، تمام، وفي الاعلانات بالذات على فكرة الحركة دي. طيب نعملها ازاي؟ نروح لتكست، تكست اوبجكت، نعمل عليها كليك يمين وناخد مجراف تاج ونعمل عليها ريجيد بودي، ونيجي بعد كده على انا عايزة تخبط في مين. هتخبط في البلان اللي هو بلان 1 او البلان ده، رايت كليك برضو مجرف تاج وناخد برضو ريج بودي. اعتقد ان احنا لو رفعنا دي لفوق وعملنا كده، بس انا مش عايزها تنفجر في الاول كده، انا عايزها انها تبدأ كونستريند. كونستريند، طب كونستريند دي انا شفتها فين؟ كونستريند دي على ما افتكر كانت في اوبجكت. لو نزلنا تحت هنلاقي كونسترينت. لا كونسترينت دي هنا اهي بالظبط، اهي كونسترينت. لو احنا علمنا عليها كده، تمام. نرندر بس الاول لان في حاجه غريبه انا شايفها، يعني لا مظبوطه وزي ما احنا شايفين الاضاءات جايه عليها وتمام يعني، وفي الظلال بتاعتها موجوده تحت. طيب نعمل انيميشن كده ونشوف. ايوه تمام بالشكل ده كده. في بس حاجة عشان الحروف دي، لو انت مش عايزة انها تقع، هنروح لتكست لأوبجكت. ممكن نزود السمك بتاع الحروف، نخليه مثلا بتاع 600 ولا حاجة، بس هي كده كده هتقع لان في هنا حروف دائرية ونوع غير نوع الفونت. لو غيرت نوع الفونت يعني الحروف مش هتقع، ده اذا ما كنتش انت عايزة تقع. طبعا ده انا مش عارف دي يعني، نقعد بقى نغير نوع الايه، نوع الفونت. في هنا متهيألي في كل الفونت ده له قواعد تحت، لو عملنا كده ممكن دي ما تقعش، ما اعتقدش انها تقع. ايوه ما وقعتش،
بس نزود عدد الفريمات شوية، ولتكن نخليها مثلا 150 فريم، لأن واضح إن الحركة بتاع الميجراف دي محتاجة شوية فريمات كمان عشان تبقى وضحت وبانت. ما فيش حاجة واحد، يبقى هي تغيير نوع الفونت كده. حتة ان احنا نعمل كاميرا بروجكشن، لو وقفنا لغاية هنا عملنا ريندر، هنلاقي فعلا كأن الكلمة جوه الصورة، في بس حبة لخبطة في الكلمة هنا. تمام، لو روحنا ل اوبجكت او كابس، هي من كابس اصلا، نقلل الراديوس، نخلي الراديوس مثلا وليكن 25، ونخليه برضو في الباك 25، ومتهيألي كده يبقى اللخبطة دي راحت. تمام كده، فاضل بس ان احنا نسكيل، هنعمل سكيل بس للتكست، لان هي حجمها كبير حبتين. انا بحرك الموجراف نفسه، عايز التكست نفسها. نروح نغير، دي ما كناش غيرناها، وايد سكرين سكوير بيكسلز بالشكل ده كده. تمام، ده كده اللي هيتعمل في سينما 4D. لكن عشان نضمن ان احنا مطلعين كومبوزيتنج بشكل سليم، هنعمل رايت كليك على التكست سينما 4D تاجز، واقول له كومبوزيتنج. اهم حاجة ان انا اعمل الاوبجكت بفر علشان اقدر استخدم كل حتة في السين دي بطريقة منفصلة في افتر افكت. هروح للكومبوزيت تاج بتاع الارض، واقول له الاوبجكت بفر بتاعك رقم 1. اروح للبلان اللي هو معمول له بروجكت او بروجكشن في الخلفية، واقول له الاوبجكت بفر بتاعك رقم 2. اروح للتكست اوبجكت واقول له ان الاوبجكت بفر رقم 3. بعد كده اروح للرندر، اروح للمالتي باس. قبل ما اروح للمالتي باس، اروح للسيف، اسيفه في اي مكان، دول انا كنت مسيفهم قبل كده. وليكن مثلا هنعمل هنا نيو فولدر، هنسميه مثلا برو، ونخلي ده اسمه مثلا كام، ونعمل سيف. ما ننساش في الكومبوزيتنج بروجكت فايل نقول له سيف، ونعمل سيف للانكلود داتا عشان الكاميرا واللايتس، ونختار الابليكيشن بتاعنا ادوبي افتر افكتس. الفورمات بتاعتي هعملها كويك تايم موفي، ده بالنسبة للصور او للحاجة اللي هتطلع. بعد كده اقول له المالتي باس عشان ما ننساش المالتي باس من عندي من السينما. هروح لمالتي باس واقول له اوبجكت بافر، واختار رقم 1، واحط اوبجكت بافر تاني واخليه رقم 2، واحط اوبجكت بافر تالت واخليه رقم 3، لان انا عندي 3 اوبجكت بافرز، يبقى عندي 1 و2 و3. كمان ما انساش ان انا احط الشادوز، خلاص اللي هي الظلال، عشان لو حبيت ان انا اعمل كولر كوريكت للظل في الافتر افكت. في المالتي باس برضو هحط الامبيانت اوكلوجن. الامبيانت اوكلوجن دوت علشان لما الحاجة تبقى قريبة من الارض، تبقى الحواف بتاعتها من تحت فيها ظل اكتر من الحتة اللي فوق. بعد كده مش هحط حاجة تاني. جلوبال الومينيشن انا كده زبطه من هنا. هقلل بقى الديبس، اخليه بواحد.
الانتنستي ارجعها ل100%. الكاش اخليه لو عشان بس وقت الريندر. في الافكتس ما اعتقدش ان انا هضيف اي حاجة الا الديبس اوف فيلد، بس انا مش مفعل هنا الديبس اوف فيلد في الكاميرا بتاعي. بكده يكون خلص الجزء الخاص بالسينما 4D. اشوفكم بعد كده في الجزء الخاص بالافتر افكت.